محكمة. تقاعدت وصرت أنا فاضي، وأصبحت في بيتي قاضي، أحكم والعدل أساسي يا عيالي وأهلي وناسي. لنا واحنا نريد اهل اللي عصى مننا واللي يضيع اسرتنا تتمنى هالمحكمة في البيت تجمعنا وترضي الجميع. قاضي قضى بيننا منا ولينا بالحكم نرضى ونوافق كلنا. اي مشكلة واي خلاف ومعضلة تنحل بالود ما بيننا. اسلوب فنا ولا حد داري، موهوب يا ناس محبوب ارجوكم حسوا بناريه. متميز باحلى اسلوب فنا ولا حد داري، موهوب يا ناس محبوب ارجوكم حسوا بناريه. انا لازم اسوي كل شيء ومطلب مالي يصير وما في كف من أي شيء. مصلحتي هي هدف معاكي هاند باي هاند، عادل وخسر وقالوا لي I'm so bad 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 bad. ربتي بيتي وما خليتي لي شي، بعد فقري بس شغلتي خليني من راتبي شوي. محكمة. ملاك خلها تصير تريق، العائلة تنتظرنا هناك، وانت تعرفي انهم ما بيتريقوا ونحن ما موجودين. الله يسلمك. ناويين هاللخذات نعمل معي هاللخذات. اي هذا الماء اعطينا. ايش بغيت عمي؟ الماء 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 اي زيدني اعطني شويه ان شاء الله عمي ان شاء الله. انقصت سدك؟ ايه كلي نعمه كلي. Mm.
بس يا هذا باقي بيضة اعطيني بيضة. قاعدين اكلات ما مقشرات انت قشريها. قشري قشري تفيق انت تعطي حد انت يا ليلى تعطي نفسك اذن فقري. يلا قوم عاد يلا فديت ابوش انا. انت من حقش انش توكلي محامي صح؟ تعالي وش رايج في نعمة؟ لا نعمة لا عبد الله عبد الله صدقني انا ما اكره يوسف. فديت ابوش انا. انا عارف انش انت ما تكره يوسف ولا يوسف قال انش انت تكرهيه. اي ليش اشتكي علي؟ بصراحة أنا ما أقدر أقول. بتعرفي كل شيء أثناء سير المحاكمة. عبد الله عبد الله مو أنت تقولي فديت أبوش أنا؟ أيوه. راح ينحكم علي؟ ملاك لا تستغلي علاقتي فيش ومكانتش عندي. هذا مخالف للقانون العائلي. أرفع عليه قضية بعد علشان يكمل الموضوع. كيف رايحة تكون علاقتي بزوجة أبوي بعد المحكمة؟ أصلاً ليش؟ هي كيف كانت علاقتنا قبل؟ أنا المهم عندي إن الكل يقتنع. خانت عليك العشرة يا يوسف؟ أنا شو قصرت معك؟ عموماً أنا جاي أقول لك هالكلمتين مشكور وما قصرت يا يوسف. كل واحد يتعامل بأصله. محتاج شيء؟ لا شكراً. على بالها أنا ما أعرف ألاعيبها. أنا صح صغير بالعمر بس كبير بالعقل. ما تمر علي نفس هالسوالف. محتاج شيء؟ وين ها ملاك؟ صارت تطمن على يوسف. الظاهر اشتغلت السياسة. صدقتي يبون هذا الولد يتنازل بأي طريقة. صباح الخير. الخير والنور والسرور. جت ست الحسن والدلال. نعمة نحن مالنا شغل. خالة خلص ريوقش وخالة بنطلع. يلا الحمد لله. أقول نعمة ما انت خلصي تعالي بغنش. وابوي لازم أنا؟ أيوة أنتي. هلا انطورش ان شاء الله. وانت ليش خايفة؟ يبي لك يومين على ما تخسر ريوقك. سمعت فاضل؟ نعمة نعمة ما شاء الله يهديش. الجماعة قاسين يمزحوا معاش. اشوف ايش هذه الايام صايرة حساسة واجد. زين الحمد لله. الحمد لله. صالح تعال شغل التلفزيون باغي اشوف الاخبار. اصدقوا يا جماعة الخير من حط له قناة مال اخبار وسيم كان بدل القناة وخلى قناة مال اغاني. صالح نسيت ان ابوك. ما علي يا ملك لا تضايقي نفسك واذا بغيت محامي تراني جاهز. لا بشكر انا وكلت عادل وهو الحين يدرس القضية. توش فيكم هذا اخوك ما غريب؟ هذه زوجة ابونا يعني بمقام الام. توش فيكم تبسسون واحد للثاني؟ عيشة تقصر العمر في هذا البيت. يعني ما يهجيش لازم تبسسي تو يعني؟
السلام عليكم، ايش رايك نروح اليوم نتسوق وبعدين نتعشى في مطعمك المفضل؟ لا ما متحمسة. اطفال تروحوا معي الشاطئ تتسبحوا وبعدين تاكلوا مثلجات؟ لا ابوي ما متحمسين. ايش رايكم نروح صالة عرض تويوتا؟ الحين عندهم عرض مثير. ايوه الان أكبر إثارة من تويوتا، اربحوا 20 سيارة كورولا خدمة تصل إلى 3 سنوات أو 60,000 كيلومتر، تسجيل وتأمين لمدة عام وقسائم شراء. أكيد ركني لو تبغى بيتزا في ركني البيتزا، دي بيتزا جديدة لذيذة مفيدة، عجينة فريش لا مزح ولا غش، أطبقنا كثير والطعم خطير، لا ضريبة زيادة ولا رسوم توصيل. ركن البيتزا مفهوم جديد للبيتزا، الطعم اللذيذ والجودة المضمونة، خضروات أطعمة بحرية دجاج، هذا غير ساندوتش البيتزا وبيتزا البرجر اللذيذ في ركن البيتزا. ركن البيتزا بيتزا مختلفة، أكلك مضمون والسعر جنون، قبلنا هناك والعيلة معك، البيتزا أحلى. ركن البيتزا، ركن البيتزا ولا غير. فضيلة القاضي، إن موكلتي هذه التي في قفص الاتهام هي اسم على مسمى، هي ملاك بالفعل ولا تستحق أن تكون في هذا القفص. على الرغم من أن المدعي أخي، ولكننا لا نميل لصلة القرابة ضد الحق، ومن منطلق أننا تحت سقف منزل واحد فإنني أشهد. أشهد ما رأيت به، أنا محامي كيف أشهد؟ فإنني أدافع، أدافع صح ما لايق علي دور المحامي. ليش ساكت؟ يا فضيلة القاضي أنا ساكت عشان بصراحة هذه المشكلة عويصة، لأن أنا شمايكم والمتهمة حرمتك. لا بل، وركز يا فضيلة القاضي على كلمة بل، بصراحة أنا وافقت وسكنت بيتكم عشان سويتوا محكمة عائلية، وأنا من وجهة نظري لابد أن تخضع المحكمة وتستجيب لمشاكلنا وما في فرق. ولا تزعل مني يا فضيلة القاضي. يعني ما شفت في يوم من الأيام أو حسيت إن زوجتي ملاك قست على والدي يوسف؟ من وين يا حسن؟ من وين يا حسن؟ أنا من دام شميكم وهي ما تحترمني ولا تقدرني، تقولي إنه وثوم أنا وياها، كيف بتقدر ولدك ومن حرمة ثانية؟ أنت مغيب، سامحني على هذه الكلمة، لكن هذه الحقيقة. وبعدين أنت ليش معول راسك؟ ترى القضية قضيتك والحل عندك. عموما مشكور يا صالح، تقدر تروح. هي أقدر أروح، خلاص خذيت مني اللي تبغي. طرد يعني هذه طرد. روح يا صالح، خليني اشوف شغلي. شوف شغلك، ما حد رد منك، شوف شغلك. صدق عمرك انك قاضي. انت بعدك واقف يا صالح؟ لا رايح، طال عمرك رايح. زين ما خلاني في القفص، عن اذنك. اقول حضرة القاضي. صالح الله يكون في عوني شيخ سوسن، أنا ما أعرف زيد كيف وافق زوجي، أكيد نسى مثل كل مرة ينسي، أكيد حسب يا مهندس ولا طيار ولا طبيب. أقول حضرة القاضي، بما أن إحنا يعني أنا شميكم ونسيبكم، عندي طلب ولا ترد، نرفقت عليك، يصير أكون مدعي عام؟ أكيد لا، لأن أنا شميكم والمتهمة حرمتك. على اذنك. صالح لبيك. ممكن ممكن عيال بشرب المهبد وانا معك.
شوي 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 شوي. ها يوسف ما قلت لي محتاج شيء من برا؟ لا شكرا ما اريد شيء. انت بتطلع؟ بطلع قبل شويه امشي ناعمه مسكينه وعدتها. زين تمشيها تخب وزنها شوي. حتى وانت مريض ما تجوز عن سوالفك البايخه. يلا فاضل متى نروح متى نرجع؟ مسكينه ناعمه على بالها بتوديها مطعم خمس نجوم. يا حضره القاضي يا حضرات المستشارين، انا اقول حبسوها واذا يصير عدموها. هاي يوسف عساك بخير، ما تخاف ما تخاف ماشي باس، انا معك الشمي. تو مال راعي الصيد احكي ذاك مستوي. استراني هذا صالح هاي حركاته. يلا فاضل ايش تمشوا على بيت؟ هو قاضي ولا محقق؟ ليش يسوي هذا كله؟ يمكن عشان خايف عليك. لا يا حبيبتي مو خايف عليه، هو يسوي هذا كله علشان ولده لانه هو الخصم. خصم خصم وانت وراكش سوسن جالسه مع هذه. ليش جالسه مع هذه؟ ايش تقصد؟ لا ما قصد شيء. تعال يا سوسن بغيت لك موضوع. كيف حالك يا يوسف؟ كلكم يا معشر النساء نفس الشيء، ما تحبوا غير أزواجكم وبس. يا طالعين يا هاطين يا طالعين يا تعبنا هالدرج. يا طالعين يا هاطين يا طالعين. عادل كيف حالك عادل؟ زين زين. أنا يوسف. يوسف ما شاء الله استويت زين ونهبت من فراشك. مو تشوف فيلم أجنبي؟ مو من الأفلام الأجنبية هذي، أبوي خلينا محطة فيها أغاني. حتى أنت يا عمي؟ ليش هذه المحطات تتذكرها دائما وما تنساها؟ ما تجاوب يا عمي، ما ترد علي، ليش ساكت؟ السلام عليكم، ايش رايك نروح اليوم نتسوق وبعدين نتعشى في مطعمك المفضل؟ لا ما متحمسه. اطفال تروحوا معي الشاطئ تتسبحوا وبعدين تاكلوا مثلجات؟ لا ابوي ما متحمسين. ايش رايكم نروح صاله عرض تويوتا؟ الحين عندهم عرض مثير. ايوه الان اكبر اثاره من تويوتا، اربحوا 20 سياره كورولا خدمه تصل الى 3 سنوات او 60,000 كيلومتر، تسجيل وتامين لمده عام وقسائم شراء. اكيد. قولي حال أبوش، خلي يقول محكمة. بوي بوي صيح بصوتك وقول محكمة. اليوم أنا متبحط، قولي أنت بدالي. ما يصير كل واحد وشغلته. قول. ما أقول. قول محكمة. هذا أنت قلتيها، لازم أنا يعني. مساء الخير يا بنتي. مساء النور. عمي تريد شيء؟ أبو عادل موجود؟ أيوة في المحكمة. سترك يا رب، وش صاير؟ ما صاير شيء، عادي عادي، هذه محكمتنا. يعني عندكم قضية جديدة لا؟ أيوة بس لا تخبر حد. طيب ممكن أحضر؟ أيوة عمي أيوة، تفضل تفضل، أنت واحد من الأهل، تفضل. لا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. فضيلة القاضي، حرمتي سوسن الشمي فاضل ان هذه المتهمة. صالح، انا ما اعطيتك الاذن بالكلام، تفضل استريح. المدعي يوسف بن عبد الله موجود فضيلة القاضي. المدعى عليها ملاك. نعم فضيلة القاضي. المحامي عادل بن عبد الله. حاضر فضيلة القاضي. يا صالح صالح، انت مدعي عام، مدعي عام، اجلس. وراي انا استوت مثل حمي زيد. انا عادل عبد الله حاضر عن المدعى عليها. باين عليها اليوم القضية كبيرة واجد. لا عادي عادي، خال ولد اخته بس عادي. ها زين فهمت. المحكمة توجه سؤالها الأول للمدعى عليها ملاك. يا ملاك، هل أنت كنت ولا زلت تعاملين يوسف معاملة سيئة؟ فضيلة القاضي، إن موكلتي في حالة نفسية مريرة، هي لن تستطيع الإجابة. بما أنك المحامي يمكنك الدفاع عنها، ولكن دون الخروج عن موضوع القضية. هيش يعني يا قاضينا ولا تنفك حلقك؟ بيجيك الدور، بيجيك الدور، استريح. تفضل يا حضرة المحامي. فضيلة القاضي، حضرات المساعدين. هاي حضرات المساعدين؟ ماشي حضرات المساعدين، ترى هذه حرمت السوسن وهذه أخوك فاضل، ماشي أمرك. ما يصير يا حضرة المدعي العام، وبعدين؟ سمعتوه؟ سمعتوه؟ دائما حد دوبة ودوبي، ترى أنا مدعي عام. إذا تكلمت مرة ثانية دون إذن بنضطر إلى نأجل المحكمة ونعين مدعي عام غيرك. لا لا خلاص خلاص، مسكت الدورة حية. وبعدين أنا القاضي، حاول تختار ألفاظك بدقة. كليس سريع. تفضل يا عادل، قصدي حضرة المحامي. فضيلة القاضي، إن موكلتي بريئة من التهم الموجهة إليها، فهي تعتني بالصغير قبل الكبير. هذه حقوق طبعا. وبما أنني ذكرت الحقوق، فالحقوق تتبعها واجبات. فضيلة القاضي، هذه المتهمة والتي تدعى ملاك، هي ملاك بالفعل، هي في بيتنا، ولكن فجأة تختفي، تكون في المطبخ، تعمل، تكدح، وعندما تخرج من المطبخ تراها كالطماطم، وجنتاها حمراء، ويفوح منها رائحة البصل. أنا أحد المتضررين بذلك. فضيلة القاضي، لا أخفي عليك سراً، أنا شخصياً عندما أدخل غرفتي أراها منظمة، مرتبة، معطرة، وأنا بطبعي فوضوي وكلكم تعلمون. بيتنا فضيلة القاضي كبير، ولا يوجد به عاملة منزل واحدة. فضيلة القاضي، اسأل المدعي نفسه، من ينظف غرفته؟ من يطبخ له؟ من يغسل ملابسه؟ أنا أعترض. الاعتراض مرفوض. هذه ظلم ومحاباة، وأنت تعرف قصدي يا فضيلة القاضي. محكمة؟ أوهو، الحين أخوك تذكر أنه محكمة؟ يا أخي أنا منسحب. تو أنت من صدقك بغيت تنسحب؟ لا لا ما منسحب، خلاص بمشيها لعيون الحلوين. اللهم طولك يا روح. فضيلة القاضي، أنا أطلب من فضيلتكم أن توجهوا أسئلتي للمدعي نفسه. ممكن تجاوب على أسئلة المحامي يا يوسف؟ نعم يا فضيلة القاضي بجاوب. بالنسبة لغرفتي، غرفتي أنا رتبها وحدي، وبالنسبة لملابسي نعم تغسل ملابسي مع أخوي فاضل، والأكل ترى أنا آكل اللي أنتوا تاكلوا، وبالنسبة للطبخ ترى ما ملاك اللي تطبخ في البيت. طيب لما أنت مرض زارتك للغرفة ولا لا؟ أنا اعترض. الاعتراض مقبول. يس أخيرا.
يا شريكي. زميلي زميلي. مالك شغل زميلي ولا غيرك؟ انت عدوي. قضية القاضي ان صديق المحامي يحاول ان يسحب قلوبكم مثل ما يدخل التيس الدرس، ومثل الصخلة اللي بتشرب ولدها الحليب. نحن في محكمة يا صالح، نحن في محكمة ما في عرصة مناداة. يا حضرة المدعي العام، تعرفي نعمة، أحسن شيء لو المحاكم كذا، على الأقل الواحد ياخذ حقه وفي نفس الوقت يتسلى. تعرف المحكمة ناقصينها أكل. محكمة مسكين يا عمي زيد، خلوك في مكان ما مكانك. تفضل يا حضرة المدعي العام، بإمكانك أن تكمل، ولكن أرجو اختيار الألفاظ المناسبة للقضية. إن هذه المتهمة الماثلة أمامكم الذي أدخلها عمي زيد إلى القفص أنها مجرمة في حق هذا الطفل الوديع والذي قصته تذكرني بالكبش الذي ذبحته شمشوم. أعترض فضيلة القاضي. الاعتراض مقبول. أكيد مقبول لأنه ولدك، مفهوم السالفة. فضيلة القاضي، صحيح أنا أدافع عن موكلتي، ولكني أرفض أن يقوم المدعي العام بتشبيه أخي الصغير بالكبش أو الخروف. أنا أطلب من فضيلتكم أن يدخل في الموضوع بشكل قانوني وموضوعي. حاول تتكلم باختصار يا حضرة المدعي العام. أنا يعينكم بالكلام الزين، لكن أنتوا الله يهديكم ما فيكم صبر. فضيلة القاضي، حرمتي سوسن، الشمي فاضل، الحرمة هل تربي مثل الأم مدرسة؟ إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي. هيش رأيكم في اللي قلته؟ تمام؟ كمل. لكن هذه الشعر ما حدا داي مدرسة، مدرسة ابتدائية ولا ثانوية؟ عفوا فضيلة القاضي، نريد توضيح حول ما قاله المدعي العام حيث لم نفهم شيئا. وضح يا حضرة المدعي العام. محكمة! خلاص يا عمي زيد، عرفنا وسمعنا أنه محكمة. فضيلة القاضي، أنا اللي قصدته أن ما كل أم هي مدرسة، في أمة تيب وتعق أولادها وهذه روضة، وحتى روضة وايد عليها، وفي أم تيب وتربي وتضحي، هذه ما نقول عليها مدرسة، هذه نقول جامعة. ولكن الأم اللي ما تيب مثل المدعي عليها وتربي لو إن شاء الله 1% نقول عليها مدرسة. يا حضرة المدعي العام، أنت مع من؟ مع المدعي ولا مع المدعى عليها؟ أنا مع الحق، وأطالب بالمؤبد والسجن المتهمة وعذرتكم. حضرة الدفاع، عندك كلام؟ أنا أشكر المدعي العام لأنه ساعدنا كثيرا، وأطلب بالإفراج عن موكلتي ورد الاعتبار إليها. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. محكمة! إذا بغيتي أي شيء أنا في الخدمة. أشكر يا أبو عمان، شو اللي أبغي؟ إذا أهلي وعزوتي حطوني في هالقفص ويبون يحاسبوني ويحاكموني. لا لا لا، كذي أزعل منش. فعليش يا مدام، نحن أهل وجيران. سمعيني، إذا بغيتيني أكلم أبو عادل أنا حاضر. مشكور، جزاك الله خير. لا تكلمه ولا يكلمك، خليه على الله هو اللي يفرجها.